طبعا احنا الان في فصل الصيف اللي هو ببلش فيه انتاج الايس كريم، حيث انه بيتم انتاجه بكميات جدا كبيره بمختلف انواعها، سواء المثلجات او المنتوجات المصنعه بالحليب والنكهات المختلفه. طبعا احنا مصنع كامل متكامل، نحصل البسكوت من مصنع، ناخذ البسكوت اللازم للايس كريم من مصنع البسكوت، طبعا مصنع كامل متكامل بشكل اساسي. طبعا احنا بنتبع المواصفات العالميه، بنكون دائما على اتصال مع احسن الخبراء بالعالم لاكبر الشركات العالميه، فدائما على كونكشن معهم. ان شاء الله السنه هاي يعني بيكون فيها الاقبال اكثر من كل سنه، الحمد لله يعني السنه كان في رواج كثير منيح للايس كريم بمختلف انواع الاصناف اللي احنا موجوده عندنا، سواء محقن ولا ساندويش ولا صنف الميرو ولا صنف المثلجات والانواع المختلفه تبعتنا والكاسات والعسليه والبرد. البرد الحمد لله رب العالمين من اكثر الاصناف اللي عليها اقبال، الشعب بحب كثير البرد، مختلف النكهات يعني بنصنع اكثر من 6-7 اطعم، بحيث انه احنا بنلبي كل الرغبات، بنحاول نلبي كل الرغبات المطلوبه في السوق، وان شاء الله من سنه لسنه بيكون الاشي افضل وافضل. طبعا رغم ارتفاع الاسعار الموجود عالميا الا احنا لسه محافظين على الجوده، بل افضل من السنين الماضيه وبنفس الاسعار وتقريبا نفس الحجم.